محسن، ماذا تعرفي عن محسن قبل البرنامج؟ محسن ابن تركي. والله بيخصمون عليك. والله والله العظيم، والله العظيم. جاي لها هلا ابوي. ماذا تعرفي عن محسن قبل البرنامج؟ ابد والله. محسن ابن تركي هو نفسه اللي الان موجود في البرنامج، شاعر زين اللي تبغى. بس تفاعل، ترى الجمهور ترى ضايقين عليك. ضايقين عليك؟ ضايقين علي؟ ضايقين والله. ما جت بدل عاوز تدخل ثاني. اسلم من تعريفي عن محسن قبل البرنامج؟ اسال محسن. اشوف لك ما شاء الله قصايد قبل البرنامج. الوعد من شو اسمه؟ السجن الريلتي. اي نعم موجود. انا كنت متواجد في الساحه بشكل يعني مو هو بذاك الزود، ولكن موجود. هل بنشوف لك امسيه شعريه؟ طبعا ان شاء الله. انا لي امسيات شعريه. معك اخوانك الشعراء؟ الشباب اللي هنا؟ ولا ما ودك فيهم؟ ليش لا، بالعكس اتشرف. تشرف جدا. اي والله تشرف جدا فيهم. سم. تتذكر اول قصيده كتبتها وكم كان عمرك؟ لا والله ما اذكرها، لكنها قديمه جدا جدا جدا. كم كان عمرك؟ والله يمكن 14 طبعا 15. ما اختلف عن انك ما شاء الله شايب. الله يطول. لا والله ترى مو مره. لا والله انك يعني 27 شايب. 27. لا 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 27 كبري يعني. كبروني بسنتين. او سنه. انت صابك ابو سالم. 3 سنين. لا تخليني اطلع لك تاريخ ميلادك الحين. يعني اكبر كبير انا؟ اكبر منك؟ انت مواليد 3 1403. اجحد ترى مو باخرك رجل سنه. شايف ذي شحوم ذي تجمعت في سنه. شايف صوره طاقتك انا. ترى ذي شحوم جمعت في سنه. لا تغرب. لا والله تكونت شخصيتك. اوريك صورتي من صغيري؟ لا المراه اللي خلص بها هو. طيب. والله تضحك علي. روح. اول قصيده كتبتها وكم كان عمرك؟ والله اني ما اذكرها، لكنها قديمه جدا جدا جدا. مثل ما قلت لك كان 15 14 حاجه زي كذا. من الدعم الاول لك في البرنامج؟ في البرنامج؟ من الدعم الاول لمحسن في البرنامج وبرا البرنامج؟ والله يا اخوك بعطيكم بس بدون مجامله لاحد. لا تجامل احد. والله ما انا بجامل احد، لكن كل من وقف مع محسن اعتبره داعم، حتى اصدقائي شركاء النجاح اللي يدعموني من برا. السؤال يقول من الدعم الاول مو بالوحيد الاول. والله يا اخوك كلهم، كل اللي وقف معي داعم. ما اقدر احدد لك اسم وانسى اسم. طب اقطع قلبك شوي. لا يا اخوك تكفى. انا اقول لك تكفى. لانه الان تكالبت علي الظروف، ما بين بسبوسه ما ادري ايش اسمها وما بين اللي عندك، فاهدى من كذا. وين رفعه؟ في البيت ان شاء الله. هنا في البيت. طلع عليك؟ والله افتح ميكروويف. بسبوسه بقش. طيب ابوي درقة يا بنتي. اهدى الكابتن. لا قلها الله. رشي. رشي يسلم. هذا هو راح صح؟ بدر راح راح. بدر راح. راح ابذل راح ابذل. راح عشان توضى تعين الخير. راح الحين متوضي انا جاهز. راح 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 الحين دقائق. يلا راح المنار. راح المنار عن محترمك. يلا 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 روح اذن. يلا 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 موقف روح اذن مع بناتك. ما ولا ايش رايك نخليها؟ والله يا اخوك تقفلت غرفه مره. اوف. اي والله. لا وتقفل القسم اللي من صوب المطبخ. اوه. على رفوع لحالها في رمضان، وقعدت يمكن حوالي 3 ساعات. ما حد درى عنها؟ ما حد درى عنها. تبكي. وين كان في؟ انه تحت. تحت يعني عند امي. ايه. الشاهد الحديث ان القسم اللي تقفل عليها من صوب المطبخ. ايه. والسكاكين والدعذه والورع ورع يعني. صح صح صح. فكان هذا بغى يوقف قلبي الا شوي. ووقف. كسرت الباب؟ لا والله دقيت على الدفاع المدني. افا. انا قلت الحين كسر الباب. انا مؤدب. تصرف تصرف نظامي. قسم بالله انهم جايين 4 سيارات دفاع مدني والحاره وما نعرف ايش. خبصت الدنيا. خبصت الدنيا اخر شيء. ناظرني حق دفاع مدني. ارخو. بنك لا عرفت. اخي خذ بنتك راح تعود. الله يحفظك. امين. والله يا محسن انا محسن. محسن يا ولد. محسن. محسن من الغردقه. محسن والله من الناس اللي احب شخصيته. الله يجعلني فداك. الله يجعلني فداك. شخص ترى انا احب الناس اللي تضحك. يا بعد راسك. احب الناس اللي عايشه جوه. انا عشان كذا دخلت البرنامج اضحك الناس اللي مثلك. بس تدري ايش؟ الناس فاهمين فكره عن الشاعر غلط. شوف اللهم لك الحمد. انا حرم كأب. لا يدري عاد انا عندهم تصور للشاعر وطقوسه غريبه. فانا مؤمن ايش؟ مؤمن بجوده الشعر اللي عندي اللهم لك الحمد. له يعني غرور وله لكن ثقه تعتبر حميده. فلذلك انا حبيت اني انقل صوره. حسيت اني بجيدها. انا حسيت من جوا اني عندي هالقدره اني اوضح للناس انه الشاعر ترى ممكن انه يكتب، ممكن انه يكون انسان فلاوي ضحوك ونيش ومواكب اي شيء ممكن ذا. فهمت؟ فهمت؟ طيب اوريك. فهمت ولا لا وقف؟ لا والله فهمت. فهمت قطع عنك ترى. والله اني فاهم بس اني قاعد اقول لك سؤال ثاني عشان قبل الاذان. يلا اسلم. في سؤالات هنا. واحد ابو عيال.
بس انا صغير زوم يا مخرج. لا وش اللي زوم يا مخرج؟ خليني اشوف. لا ما اشوفها اليوم يوم الصور العالم. هوا هي طالعه واضحه. والله يا انك ابو عيال صغير. ولا شوف ابو عيال صغير عرفت وش ذي؟ وش اليوم تو طالع من دورة مياه متوسط يا علي شيف مسؤوليه من يوم انا صغير تو طالع عرفت مروق. تدري عاد متى اشوف شوف ايه هذه في ثاني ثالث ابتدائي قديمه يعني تلحقت على التلوين ما شاء الله يلا يلا كبير. اخر مره اوائل لا باقي على ثاني باقي دقيقتين ثلاث دقيقتين ثلاث دقيقتين مسي على بخير واحد ان شاء الله ثلاث دقيقتين محسن بعد بنا يوم نشوفك في كل مكان بتكون صامد في الساحة؟ وأنا موجود في الساحة من قبل ولكن إن شاء الله إن شاء الله هذا الجيد يكون من صالحي وأني أنا بلورة جيدة بحيث أني أكون رجل صالح في المجتمع من خلال هذا البرنامج. هل هناك نقطة تحول بحياة محسن بعد في البرنامج أو بعد؟ شوف نقطة تحول لا البرنامج راح يكون محطة من أجمل محطات حياتي ولكن أنه يكون نقطة تحول لا طبعا أبدا. انت جميل والله ورب الكعبه شخصيتك رهيبه الله يسعدك يا قلبي والله شخصيتك ودي احضرك الان يا اخي بعد الحلقه بعد الحلقه قربتني طبعا وجه كمل جمهورك وفريق دعمك انا من هذا المنبر اقول والله العظيم انه لولا وقفتهم الصادقه من اصغر شخص لاكبر شخص اني ما وصلت ما وصلت اليه كل يعني انا ابغى اوجه صدق هذه يحطون تحت الف خط كل شيء يسوونه حتى ولو كان رساله حتى لو كان هاشتاج حتى لو كان كلمه عني انه تصب في صالحي فوالله اني انظر لها بمنظور جميل يحفزني دائما واعرف ان وراي ناس كفو وان شاء الله اني اكون قد حقوتهم فيني. يقولون قبل لا اسكر هذا يقول محسن يحب المطبخ كثير. انت شايف ما يحتاج علاقتي مع المطبخ مره حبيه لدرجه اني اسوي بسبوسه وتحترق. لا هو ترى الحلو في الموضوع انك ما تعرف تطبخ وتعرف الدنيا وين عرفت بس والله شخصيتك مره روعه وانا من الناس اللي احبهم والله يوفقك يا